السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غلبت فئة على أخرى أو دولة على أخرى، ضعف فئة وتقوية فئة وكف يد فئة عن الأخرى، كل هذا بيد الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. هو الذي كف اليد، كف اليد يعني أعجزهم، أوقفهم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا الذي يحصل هو بإرادة الله عز وجل، تنصيب ملك أو رئيس أو عزله أو تقويته أو نزع الملك منه، كل هذا بيد الله عز وجل. صحيح أن هناك انتخابات أو هناك تمكن بالإكراه بالغصب إلى غير ذلك، لكن لا يمكن أن يحدث شيء من هذا إلا بأمر الله عز وجل. يعجبني قول الله سبحانه وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن كيد الكافرين، يعني الله سبحانه وتعالى مضعف كيد الكافرين. فلو شاء الله عز وجل لأضعف كيد الكافرين في الأوضاع التي نعيشها الآن، لكن الله عز وجل بعدله وبعلمه سبحانه وتعالى يعلم، يعني الأمور كلها تصير إلى الله عز وجل، ألا إلى الله تصير الأمور. فالله سبحانه وتعالى يعلم إن كنا نستحق الضعف، نستحق البلاء، أو نستحق النجاة من البلاء والتمكين والتقوية، كل هذا من الله عز وجل. وليشك المشككون أو الشاكون وليرتاب المرتابون، فإن هذا لا ينفعهم بل يضرهم، والمؤمن واثق بوعد ربه. نعود إلى الآية: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وفي آية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 صابرون، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ بأنهم قوم لا يفقهون. هنا سر خوف الكفار مما يسمى بالأيديولوجية الإسلامية، التي تثبت دورها في أضعف وأحلك أوضاع المسلمين، تلعب دورها. شوف كيف رب العالمين ربط بين الفقه وبين غلبة القلة على الكثرة. طيب الآن بعد هذه الآية دخل كثير من الكفار إلى الإسلام، يعني هم مسلمون جدد، ومنهم الذين قالوا لما رأوا الكفار يعلقون سيوفهم على شجرة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الكفار يفتقرون إلى الأيديولوجية، ليست عندهم، ويعلمون أن القوة، قوة السلاح لا تكفي، فكيف إذا اجتمع بالمسلمين مكر الله عز وجل بسبب طاعتهم له مع علمهم به سبحانه وبدينه؟ هذه عوامل لا يعمل لها الكفار حسابا. إذن
تقوى الله سبحانه وتعالى أعظم العد، مش من أعظم، أعظم. منذ متى كان المسلمون أكثر عددا وعدة؟ قليل جدا، قليل جدا. لهذا يخاف عدونا من السلفية. لماذا؟ لأنها سليمة الأيديولوجية، صحيحة العقيدة. لأن السلفية تعني للسلفيين أنهم إذا التزموا بمنهج سلفهم الذين نصرهم الله فإن النصر لخلفهم لآت. لهذا يتمسكون بالطريقة السلفية، لهذا يخافهم أعداء الإسلام، لأنهم يعلمون أنه بانتهاج سبيل السلف يحصل النصر. ولهذا يطلقون عليها في بلاد الغرب بسلافزم. الآن عندهم اصطلاح سلافزم، يخافون هذه التسمية، يعلمون عواقبها وأنه بها يحصل النصر. العالم بالله عز وجل أكثر ثقة. طيب شو سبب الثقة؟ أكثر علما، أكثر علما، أعلم بالله ورسوله. طبعا هذا يجعله أبعد الناس عن الشك بالله والشك في دينه، لا تؤثر عليه الشبهات وإن جهل الرد عليها. لكن لا يعني أنه لا بأس بالجهل، لا، هو يعلم أن هناك شيئا غلط، خطأ، يعلم أن هذه الشبهة باطل، لأنه رزق فهما في دين الله عز وجل، فقها. فهؤلاء أصحاب الفقه هم أكثر المسلمين تأثيرا وأشد على الكفار. انظروا إلى أبي سفيان في نهاية غزوة أحد ماذا قال؟ ابتدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، أفيكم محمد؟ ثم سأل، طبعا كان بينهما حاجز، أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ لماذا يسأل عن هؤلاء بالتحديد؟ لأن هؤلاء بعلمهم وفقههم هم ركيزة الإسلام وقوته. لأن المسلمين يحتاجون إلى أئمة في الدين، والله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء طبعا كما قال أبو سعيد الخدري، وكان أبو بكر أعلمنا، أعلمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الرؤيا، رأى عمر وعليه قميص يجره، فقالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. رؤيا أخرى أيضا سئل فقال الدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بقوة علم عمر ودينه. فهؤلاء أكثر تأثيرا. لذلك ابتدأ أبو سفيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بأبي بكر، ثم عمر، إلى جانب قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. هناك آية أخرى، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. آيات مهمة يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعرف الفرق بين المتفقه في الدين، الفقيه في الدين، وبين الجاهل. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين دائما بأنهم قوم لا يفقهون. حتى الكفار، شوف، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. طيب الآن خفف الله عنكم، ها؟ ليه؟ وعلم أن فيكم ضعفا. ما هو الضعف؟ هؤلاء المسلمون الجدد حديث عهد بإسلام، ماذا يحدث بعد ذلك؟ يحدث ضعف. شو سبحان الله، يعني قلة الفقه ضعف في جيوش المسلمين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه مهمة جدا، الفقه في الدين، شوفوا أهمية الفقه في الدين. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى يري الكفار قلة المسلمين مع كثرتهم، ويري أعيد أن الله عز وجل يري الكفار كثرة المسلمين مع قلتهم ليخيفهم، ويري المسلمين قلة الكفار مع كثرتهم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فوائد عظيمة من كتاب الله عز وجل. ليس فقط في الحرب أن الله عز وجل يقوي طرفا على آخر، ليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده الصالحين حتى في طريقهم إلى الحرب، كما قال سبحانه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هل الذي يذهب إلى الحرب يشعر بالنعاس؟ الآن عنده خوف، عنده رهبة، التقاء السيوف ليس بالأمر السهل، لكن الله عز وجل جعل النعاس يغشيهم أمنة منه ليشعروا بالأمن والراحة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، في قضية الجنابة وغيرها، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. وحتى التراب نفسه، لأنه القدم يعني تغوص في التراب فيصير المشي ثقيل، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء الذي نزل سببا أيضا لتجفيف هذا التراب فيصير صلبا فيسهل المشي عليه. شوف، انظر عدة فوائد: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مش بس هيك، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. عناية ربانية، لكن لمن؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرطان: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا نعلم قيمة الأقليات الزندقة، الفرق الزندقة اللي هي أقليات في العالم الإسلامي كالرافضة والنصيرية وغيرهم. هؤلاء رأس مال الكفار، لا يستغنون عنهم أبدا. ليش؟ لأن هؤلاء يمدون أيديهم إليهم، وأولئك يمدون أيديهم إليهم. مهمين جدا، لذلك الغرب يعني حرص على بقاء بشار بصور منافقة واضحة جدا، لكن لم يتنازلوا عن بشار ولن يتنازلوا عنه مهما كان الثمن. من هنا أقول: عليكم بالحرص على طلب العلم، وعلى أن تكونوا أكثر علما بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنته وسمته وتعامله مع الناس في مسائل الحرب والسلم وغير ذلك. زيادة العلم تقل بها الفتنة، الله سبحانه وتعالى ينزل العلم وينزل الفتنة ويختبر الناس بما يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك احرصوا على هذا. ولذلك أقول أيضا، ولذلك مع أنهم متفوقون علينا في السلاح، في العتاد، في الكثرة، في العدد، يعلمون أن هذا لا يكفيهم، وأنه لا بد أن يعتمدوا على هذه الأقليات المنافقة
في التأثير على الإسلام من الداخل. ولا يخفاهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمته بعدو من سوى أنفسهم، فأعطاه الله ذلك. إذن يعلمون أنهم ليس بقدرتهم أن يقضوا على الإسلام، على أمة الإسلام، لن يستطيعوا. فحلهم الوحيد هو التعامل مع هؤلاء المنافقين من الداخل. ليش؟ لتضليلهم حتى يصير أهل البدع وأهل الشرك كثرة. حينئذ قلة الصالحين المتبعين الإسلام بسبب قلة هؤلاء ينتقل إلى مرحلة الضعف. قال لي أحد المبتدعة الأحباش: أنتم شرذمة قليلون، نحن أكثر منكم، الأمة أكثرها من أهل السنة، يعني يقصد أهل سنته. فقلت له: الحمد لله، الآن عرفت لماذا الأمة مستضعفة. جزاك الله خيرا، الآن عرفت ليش الأمة مستضعفة. فلذلك الحرب على السلفية أكثر من الحرب على غيرهم. لماذا؟ لأنهم يتحصنون بالعلم، يتمسكون بالسنة، هم أكثر الناس بعدا عن البدعة والابتداع والخرافات وغير ذلك، ولا يعتمدون الرقصات والطبل والأناشيد، لا، هم أكثر جدية. طبعا الغرب حريص على جماعات الطبلة والدربكة باسم الدين. ليه؟ يريد أن يعود بالناس إلى ما كانوا عليه أيام قريش، أيام الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق، وهذا ما يفعله هؤلاء. انظروا إلى حال الأحباش وإلى الصوفية. ولذلك مؤسسة رند صرحت بضرورة دعم جماعة الأحباش، ضرورة ذلك، وهم أكثر الناس حرصا. يعني قلبوا الدين الآن إلى أناشيد، وبيسرقوا أناشيد من المطربين والمطربات وبيحولوها إلى أناشيد بما يسمى أناشيد إسلامية. عندهم الآن هارموني بان، بسم الله ما شاء الله، أوركسترا أهل السنة والجماعة. شيء عيب حقيقة، شيء مشين. فيحرص الكفار على دعم هؤلاء وعلى نشر هذا الإسلام الخرافي وعلى دحر السلفية، وهم لن يستطيعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعدنا أن هذه الطائفة الحريصة على التمسك بالكتاب والسنة، الحريصة على العلم تعلما وتعليما، هي الأكثر تأثيرا، ولن يستطيع أحد إزالتها. جعلني الله وإياكم منهم، جعلني الله وإياكم منهم. لذلك أقول يا إخواننا في فلسطين، تعلموا العبرية، تعلموا العبرية، تمكنوا من الكتاب والسنة وانشروا العلم. هذه خطة من نوع آخر، هذه خطة من نوع آخر. عسى الله يقلب هؤلاء إلى مسلمين، يقلبهم إلى مسلمين، والله يفعل ما يشاء. لكن لماذا جربتم كل شيء، لماذا لا تجربوا هذا؟ وبالله التوفيق، والسلام عليكم.